هذا وتأسس الجيش الوطني قبل عام، وتم تدريب عدد من الوحدات العسكرية انخرطت في العمليات القتالية في عدد من المحافظات ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع. بعقيدة الجمهورية وعلى صدى نشيدها الوطني، كانت بدايات الجيش الوطني تتشكل. جيش حمل على عاتقه مهمة الدفاع عن الجمهورية والخلاص من الميليشيا رغم صعوبة البدايات. عدو الشعب لن يبقى طويلا. ولاءات هؤلاء لن تكون لفرد أو قبيلة، وحده اليمن سيكون محور عقيدتهم العسكرية والقتالية، وهي أسس تم عليها بناء الجيش الوطني الجديد. الجيش الذي تشكل بناء على قرار رئيس الجمهورية من بعض كتائب متفرقة مطلع يونيو بقيادة عدد من الضباط الوطنيين بمساعدة التحالف العربي. استطاعت بعدها قوات الجيش الوطني من تحرير العديد من المناطق التي سقطت بيد الميليشيا. صحراء العبر بحضرموت كانت أولى مراحل إعادة بناء الجيش الوطني عن طريق إعادة تشكيل اللواء 23 ميكا التابع للمنطقة العسكرية الأولى، مروراً بدمج الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في 28 من يوليو. وخلال الأشهر الماضية تخرجت عشرات الكتائب المجهزة عسكرياً في محافظات عدن ولحج ومأرب وشبوة وحجة وتعز، وبدأت فعلياً في تنفيذ مهامها العسكرية. رغم كل شيء يبقى إنجاز إنشاء الجيش الوطني إحدى أهم المحطات في طريق استعادة اليمن الجديد من قبضة الميليشيا والمخلوع.